صاحب الاختراع الموفر للبنزين هو الدكتور المهندس ياسر آل خطاب. شو قصة هذا الاختراع؟ خلونا نسمع التفاصيل من الدكتور ياسر. صباح الخير باش مهندس. صباح الخير. الله يعطيكم العافية سيدي. أهلا بيك. هلا. يعني خبر اختراعك لآلية الآن رح تشرح لنا عنها بتوفر 50% بالبنزين، يعني كل الأردن تقريبا حكت عنه، فبدنا التفاصيل منك باش مهندس. سيدي يعني نكون واقعيين وما بدنا نبالغ. قبل هذا صباح الخير إلى صباح الورد يا سيدي، هذا المستمعين يسعد صباح جميعا. طبعا أنا من يوم ما نزل التقرير ومش ما بنام. ما بتهدأ تليفونات. ما بنام تليفوناتي يعني، واسمح لي من خلالك وأقدم اعتذاري ومحبتي للمتابعين وللي حكوا معي التليفون وللي ما قدرت أرد عليهم لأنه من كثر الضغط والله على جميع شبكات التواصل الاجتماعي. ما أنت أجيت للناس على الوجع يا باش مهندس، يعني اختراع يوفر 50% بالبنزين، هذا يعني إحنا مشان الله يعني بحاجته سيدي. يعني إذا بحكي لك نكون واقعيين، يلا يعني إحنا التوفير صار من 35% في بعض سيارات الهايبريد. وفرت 35%، هذا أدنى توفير. وأعلى توفير وصل 80%. ما شاء الله. هذه على 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 فورد اف 350 اللي هو 10 سلندر. تمام. طلعنا مسافة 82 كيلو قبل الجهاز، ونفس المسافة بعد تركيب الجهاز. أخذت 82 كيلو على سرعة 80. أخذت 24 لتر. تمام. فركبنا الجهاز وفللنا البنزين وصفرنا وبنفس الظروف وبنفس السرعة وبنفس المواصفات كاملة نفس الطريق. بعد الجهاز هذا أخذت 4 لتر. أوف. نعم. طب شو هذا الجهاز باش مهندس حكي لنا؟ سيدي هو جهاز بسيط بس هو عدة اختراعات في اختراع واحد. كيف؟ يعني هو اسمه بدي احكي. اذا ما كنتش حاب تحكي يعني اذا ما بدي احكي على التفاصيل، لا انا سبق وحكيت وصار لغط في الموضوع، لكن اختراع وحرام نحكي المخترع هو ربنا، هو احنا مكتشفين. احنا مكتشفين مطورين، هذا اللقب اللي لازم يعني. طب هو يعني الاختراع باش مهندس عباره عن جهاز بتركبه في سيارتك مهما كان نوعها وبوفر بنزين؟ اي سياره بنزين بركب الجهاز على الماتور. وبتبرمج بواسطه الكمبيوتر، طبعا ما له وصلات كهرباء، كهربته منه فيه. يا سلام. نعم. طب قديش قاعد بتجرب فيه لك الجهاز باش مهندس؟ انا الي 6 سنوات بشتغل فيه. تشتغل فيه وجربته على كذا سياره الماضيه مثل هالايام هاي انتهيت من الاختراع وبلشت الاداء التجريبي بعديها. بلشت اجرب فيه، جربت فيه على جميع انواع السيارات، ما خليت سياره تعتب علي. يا سلام. والجهاز لف العالم قبل ما يعني معظم دول العالم طلع الجهاز جهاز واحد. لف باكثر من بلد وتم التجريب والحمد لله نتائج. باش مهندس ما له اي تاثير على السياره، على اداء السياره ما يعني؟ نهائيا. يعني جسم غريب ندخله على السياره وما بياثر ابدا؟ لا بالعكس. شوف بعطيك اضافات للسياره كمان، يعني الباور السياره بصير عالي بدل ما تدعس، حتى لو كانت السياره مفرهله يعني مجرد ما تعست بدك يعني تعس للاخر للصاجة حتى تفز السياره، مجرد ما يعني عمليه تاتش تلحيس زي ما بنسميها للدعسه تلاقيها. طب يعني السياره بتفضفض. قديش تكلفته هذا الجهاز عليك؟ عدا عن ذلك في نقطه اهم قبل تكلفه الجهاز، العوادم يعني بقلل من العوادم الضاره والسي او كمان ان او اكس، هاي لدرجات كبيره كمان. لو سيارات ما فيها كاتالايزر يعني بنظف الدخن كذا، روائح سامه ما يعني ما بتشمها ولا بترى الدخان تبعها. طيب. والسبب ذلك في نسبه الاحتراق العاليه، لانه احنا مش حنفيه مركبين. احنا مش بنقلل يعني شركات السيارات ولا الناس يعني تايهين عن الشغله، المحرك بده كميه بنزين محدده حتى يقوم ب حسب الطريق وحسب قوة المحرك، فبده كمية بنزين مناسبة. احنا فقط نعمل عملية إصلاح لجزيئات الكربون والبنزين، عملية تنظيم. قديش تكلفة الجهاز باش مهندس؟
احنا بدها تكون يعني صدقة في الأردن راح نحط هامش ربح تشغيلي فقط. ولكن برا الأردن راح نبيعها. أخذ قديش أنت؟ 1000 دينار، 500، 100، قديش؟ لا 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 لا. إحنا الآن طالبين مواد من برا. بس تيجينا حتى نحدد. مين أنتوا؟ مين أنتوا؟ شو تكلفتها؟ مين أنتوا؟ أنتوا شركة يعني ولا أنت شخص ولا مين؟ لا لا معي أشخاص. أنت هو مجموعة شركاء يعني أخذت براءة اختراع، سجلت براءة اختراع لهذا الجهاز؟ نعم. يعني هذا الجهاز براءة اختراعه الآن إلك، يعني هذا جهاز أردني فعليا وسيطرح في الأسواق فعليا بس يصير جاهز بإذن الله. خلال أنا يعني بتعرف جهاز مثل هذا، خليني أحكي نقطة مهمة هاي. يعني أنا جهاز مثل هذا يعني شو بتتوقع العروض اللي اجتني من برا؟ بتخيل ضخمة جدا. بتخيل ضخمة جدا، لكن والله العظيم والله العظيم والله العظيم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، والله ما بدي إلا أفيد شعبنا. شو مش مهندس حضرتك؟ مهندس بشو؟ ميكانيكا سيارات؟ أنا عمارة. مهندس عمارة، يا سلام. لكن كل اختراعاتي بالكيميكال وبالنفط والكهرباء. لك اختراعات يعني لك تجارب قبل هالمرة؟ عندي 59 براءة اختراع. ما شاء الله عنك. سميت الجهاز إشي باش مهندس عشان الناس تندل عليه أو تعرفه؟ أنا سميته KH4. KH4؟ نعم. شو يعني KH4؟ KH اللي هي من خطاب 4. خطاب 4 هيك سميته. طيب عشان الناس تتذكر KH4 يعني خطاب 4. والله أنا بهنيك إذا هذا الجهاز فعليا ضبط ونزل على الأسواق وأثبت فعاليته، بدنا نعمل لك تمثال والله يا باشمهندس. بعدين بدي أحكي والله ما بدي شوف، أنا أجري على الله، والله لله تعالى، والله لله تعالى، والله لله تعالى. الله يبارك فيك. متى متوقع الجهاز ينزل على الأسواق باشمهندس؟ على بداية السنة بإذن الله. أول يعني أول السنة، لا يعني خلينا نحكي في النص الثاني من الشهر الأول يا رب. يلا اخو احنا راح نتابع معك اول باول. كل الاحترام والتقدير للمهندس ياسر آل خطاب، الدكتور المهندس ياسر آل خطاب صاحب الاختراع. الله يعطيك الصحه والعافيه باشمهندس. شوف اختراعات عقبال السياره ان شاء الله تختار لنا سياره هيك. شكرا جزيلا، كل الاحترام. شو رايكم؟ ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج اف ام. احلى اذاعه يا مزاج.